أمريكا على المذهب البروتستانتي، إنه اليهودية يعني في لها ارتباط في يعني كجذور مع المذهب البروتستانتي، فهل تأييد أمريكا لإسرائيل يعني له علاقة بالجذور اليهودية؟ نعم، هو صحيح إنه كل رؤساء الولايات المتحدة ما عدا رئيس واحد وهو كينيدي الذي قتل، كل رؤساء الولايات المتحدة ما عدا واحد كانوا بروتستانت، أما جون كينيدي اللي اغتيل في بداية الستينات فكان كاثوليك، فالسيطرة أو الأكثرية العظمى في الولايات المتحدة بروتستانت، والبروتستانت مدارس كثيرة، ولكن البروتستانت أقرب للمفهوم الصهيوني من الكاثوليك والأرثوذكس، أقرب البروتستانت للمفهوم الصهيوني من الكاثوليك والأرثوذكس، وهناك صهيونية يهودية وصهيونية مسيحية، والصهيونية المسيحية الصهيونية المسيحية تتمثل في بعض فئات البروتستانت، وأكثرها تشدد فيها في صهيونيتها ما يسمى بالمجددين اللي عددهم تقريبا بيوصل لأربعين مليون، جزء من البروتستانت المجددين بيبلغوا ربع مليون، هذول أكثر تطرف في تأييد الصهيونية إلى درجة إنهم صهاينة أكثر من اليهود. فإذا تأييد الصهيونية مش نتيجة سيطرة اليهود فقط، بل هو أيضا لوجود فئات بروتستانتية إلها وجود في الحكومات الأمريكية المختلفة، وخصوصا إنه الغالبية العظمى كما قلنا من السكان الولايات المتحدة بروتستانت. وإذا بتلاحظوا أكثر دولة أوروبية في سياستها انسجام مع سياسة الولايات المتحدة هي إنجلترا وهي بروتستانت أصلا. فما معنى الانسجام بين أمريكا وبريطانيا بالذات إلى درجة أنه تعتبر بريطانيا الآن في أوروبا عميل أمريكي؟ هو الحقيقة بتكتشف أن هذول الاثنين بيجمعهم العقيدة البروتستانتية، اللي أيضا تجدوا قيام إسرائيل ابتداء كان على أكتاف إنجلترا وأمريكا. الآن لذلك يمكن أنكم تقسموا أوروبا ثلاث أقسام اتجاه القضية الفلسطينية. القسم الأول البروتستانتي وعلى رأسه بريطانيا، هذا مؤيد للصهيونية على طول الخط. القسم الوسط الكاثوليكي وعلى رأسه إيطاليا، وهذا موقفه من القضية الفلسطينية وسط. والقسم الثالث أرثوذكسي وعلى رأسه بلد زي اليونان، ولذلك بتلاحظوا اليونان والاتحاد السوفيتي كانوا أقرب شيء، الاتحاد السوفيتي أرثوذكس واليونان أرثوذكس، أقرب شيء للقضية الفلسطينية كانوا اليونان. ولذلك إذا بتلاحظوا الآن في الحادثة الأخيرة لما طلبت الدول الأوروبية مقاطعة إيران، مين اللي رفض؟ اليونان الدولة الوحيدة اللي شذت في الدول الأوروبية. اليونان قالت لا، أنا مش مستعد أنفذ هذا، لأنه اليونان أبعد ما يكون عن سياسة أمريكا الصهيونية، اليونان أبعد ما يكون. بتيجي في الوسط بلد زي إيطاليا والدول الكاثوليكية ومنها فرنسا، لاحظ، وأما اللي لصالح الصهيونية زي إنجلترا واللي بلفلفها. إذا منقسم أوروبا باختصار لثلاث فئات، فئات بروتستانتية على رأسها إنجلترا، فئات كاثوليكية على رأسها إيطاليا وفرنسا، فئات أرثوذكسية على رأسها الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي روسيا واليونان. وشوفوا مواقف التجمعات هاي، مين لصالح الصهيونية، مين بالوسط، مين تقريبا مش متفاعل مع سياسة الصهيونية. تعقيب لكلامك، اللي أصدر مذهب البروتستان اسمه مارتن لوثر، وبتاريخ حياته في أوروبا. ماشي. نعم، بارك الله فيك. أولا نشكر هذه الليلة في الخليج بأنه أمريكا انفردت في الساحة، وأنه الأوراق يجب أن تكون كلها في يد أمريكا، ولكن التحليلات كلها كانت تقول هذا أمر مؤقت، ولا بد أن يبرز صراع بين أوروبا وأمريكا، وبين كمان اليابان وأمريكا والصين وأمريكا. وإذا بتلاحظوا الآن ما عادتش أمريكا قادرة تنفذ سياستها في مجلس الأمن كما كانت قبل سنتين، وأنا أتصور أنه راح تبرز خلافات أشد بين التجمع الأوروبي خصوصا بعيدا عن إنجلترا وأمريكا،
وكذلك اليابان والصين والصين كذلك. اذا بتلاحظوا روسيا، موقف روسيا الان من 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 من, من الولايات المتحده بيختلف عنه قبل سنه. ولذلك مش ممكن تبقى الولايات المتحده قوه وحيده، مستحيل كقانون، انه مش ممكن. وشو معنات الاغراء على فكره؟ شو معنات الاغراء؟ ان بين فتره وفتره بيثور خلاف، لانه لو لم يكن هذا القانون موجود كان ابتلعوا العالم وسحقوا البشريه كلها. لكن طول عمره كنت تسمع الاسطول الفرنسي في البحر المتوسط، مين اللي على جنبه قاعد به؟ الاسطول البريطاني. في الحرب العالمية الأولى بين مين ومين؟ الحرب العالمية الثانية بين مين ومين؟ واضح؟ فلذلك مستحيل أن الولايات المتحدة تنفرد في الساحة العالمية إطلاقا، ولا يجوز أن نراهن على هذا الانفراد، أو لا يجوز أن نيأس ونظن أنها متفردة. لا، بالعكس بالعكس، إذا سرنا في هذا الاتجاه بنساعد الولايات المتحدة أنها تكون متفردة. على أي حال يبدو قانون الله ورحمته انه هذا ما بيحصلش. باخذ الامور على محمل الجد. ولكن القذافية ما كان له نافات، لذلك بظل يعني شخص فولكلوري اكثر منه، زعيم ممكن في يوم من الايام تجتمع الامة حوله، مش هيك؟ وهو يعني انا ما عمري لما شفته بيحكي كنت اعتقد انه شخصية سوية، ولكن مرات بعض الامراض النفسية بتكون عند العباقرة كمان. ولذلك الرجل الآن ماضي واقع شخصيته ما بأهلوش لا يكون خليفة ولا غير خليفة، ماشي؟ وما فيش أي طرح اليوم لأي إنسان ممكن يستقطب المسلمين أو العرب ما لم يكن هذا الإسلام الإنسان فذ مقدم مشيك والناس واثقة فيه. وهذا كلام الآن لا بيصلح فيه لا القذافي ولا غيره. لا القذافي اللي لحد الآن واضع الفلسطينيين في مخيمات، ها ليش؟ ليش؟ ليش في مخيمات؟ اذكر في مرج الزهور، هذا زلمة يعني مش طبيعي، في مرج الزهور كانت تيجي وفود عبر سنة في مرج الزهور، اجا تقريبا حضر لمرج الزهور 1200 وفد عبر سنة. يوم ولا هو جاي اكم واحد ليبي من السفارة الليبية في بيروت، اشي عجيب. هذا بعد فترة، عارفين كيف اجوا؟ اجوا في الليل واصروا على انهم يغادروا مرج الزهور قبل طلوع الفجر، وجابوا معهم مساعدة لمرج الزهور مسجل. شفتوا؟ في حين في وفد ايطالي، في وفد ايطالي من شعب يعني ايطالي، جابوا احضر معاه ما يقرب من 10 إلى 12 ألف دولار. شو وفد ايطالي؟ ناس من هاللي قال يعني بحقوق الانسان ومش حقوق انسان، لا اجوا زاروا المخيم وقدموا هدية متواضعة اظن من 10 إلى 12 ألف دولار وقتها للمبعدين. ها؟ اما الوفد الليبي زرق بالليل واصر يخرج قبل اذان الفجر يطلعوا، ها؟ وجابوا معهم مسجل، ما ادري مين اخذوا. هذا لا هذا لخليفة المؤمنين. ها. بالنسبة لـ